وهل خالد يوسف من مؤيدي تعديل الدستور؟ أنا رأيي أنه أي حد يقترب من هذا الدستور اللي أقره المصريين بنسبة ساحقة أكثر من 97% يبقى مجرم في حق هذا الشعب، لأنه ده مش معناه أن الدستور فوق التعديل وأنه نص مقدس، ولكنه يتطبق الأول ونشوف تطبيقاته الحقيقية ونستخدمه، ما نحطهوش على الرف ثم نفكر في تعديله. لما يكون الدستور حتى هذه اللحظة عبر الأربع خمس سنوات اللي فاتت تقريبا كل النصوص اللي فيه معلقة، يعني نسبة التعليم اللي موجودة اللي بينص عليها الدستور في الموازنة العامة للدولة لم تطبق، نسبة الصحة لم تطبق، التعليم العالي لم تطبق، الحقوق والحريات معظمها لم يطبق. لما كل ده يتطبق وبعدين نكتشف ان احنا والله مش ده اللي يلائم صنع مستقبل مختلف يبقى نغيره، لكن تيجي ما تطبقش اصلا الدستور حتى هذه اللحظة ولا نجد له اثرا في قوانيننا ولا في اجراءاتنا ثم تطالب بتعديله، انا رأيي ده ردة على منجز اهم لثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو وهو الدستور المصري.